الخير مشاهدينا، برحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم طبيب الحياة. الحقيقة مشاهدينا احنا النهاردة معانا فقرات مهمة جدا، وهي نصايحنا النهاردة من داخل الاستوديو. هنتكلم في فقرة النصيحة النهاردة عن الليزك ودوره الواضح في تصحيح الإبصار، ومكملين حملة لا للنظارة، وطبعا مع الاسم الكبير اللي مشرفنا النهاردة أستاذ دكتور محمد حامد، أستاذ جراحات العيون بكلية الطب، طبعا زميل الكلية الجراحين الملكية بإنجلترا. برحب بحضرتك يا دكتور. أهلا بيك، نورتنا. ميرسي رب. دكتور، يا ريت حضرتك تكلمنا عن الليزك ودوره في تصحيح الإبصار. احنا دايما بنقول في طرق كتير قوي لتصحيح الابصار، يعني كل عيب من عيوب الابصار، قصر النظر، طول النظر، الاستجماتيزم، ايا كانت الدرجه بتاعته ليها الحل بتاعها. الليزك فيه ميزه ان هو اجراء سهل وبسيط وسريع وامن وتكلفته محدوده، وبيحل اكتر من 90% من المشاكل بتاعه عيوب الابصار. يعني اكتر من 90% من حالات طول النظر او قصر النظر او الاستجماتيزم الليزك كفيل ان هو يحلها. بيتبقى مجموعة صغيرة من الحالات اللي هي اللي ما بينفع لهاش الليزك، إما لأن المقاسات كبيرة أو لأن الفحوصات اللي بنعملها قبل ما نعمل الليزك بتبقى مش مناسبة قوي إن الشخص دوت يبقى مؤهل إن هو نعمل له الليزك. ده اللي بنشوف له الحلول البديلة زي زرع العدسات، وممكن نتكلم عليها في مرة لوحدها. الليزك إجراء سهل بسيط آمن جدا، العملية سريعة جدا، يمكن هنوري العمليه لايف من جوه اوضه العمليات بالكامل. هي الحكايه كلها بتاخد معانا حوالي 5 دقائق يمكن. المريض بيطلع بعدها شايف على طول، يقدر يمارس حياته في نفس اليوم تقريبا، يقدر تاني يوم يروح شغله، ملهاش فتره نقاهه طويله. اللي حابين بس ننوه ليه عشان الناس ابتدت ترتبك شويه الايام دي من تعدد الاسامي، يعني بقى في مسميات في السوق زي ما بنقول كده، او بالترويج لاسامي كتيره للليزك. ده اسهل، ده هم كلهم ليزك، يعني هو في الاخر ايا كان المسمى بتاع الليزك، فيمتو ليزك، الترا ليزك، ايا كان الاسم، اجزاء منه يعني بعض الاسامي علميه وبعض الاسامي التانيه مش علميه، والغرض منها ترويجي اكتر يعني. بس هو في كل الاحوال هو ليزك، والأجهزة اللي موجودة كلها كويسة وبتحقق نتائج كويسة، والإجراء آمن، ومفيش ميزة قوي التكنيك عن التاني، كله ليزك زي ما احنا بنقول في الآخر، وهي اختلاف أجهزة، كله بيحقق نفس الهدف في الآخر. والناس ابتدت متهيالي دلوقتي تطمن لأن التكنيك بقى نتائجه كويسة، وما عادش حد بيشتكي منه زي يمكن في بداياته من حوالي يمكن 20 سنة. إنما دلوقتي الوضع بقى أجهزة متقدمة جداً، متطورة جدا، أجهزة الفحوصات بقت متقدمة جدا، أي حالة مشكوك فيها ما بقيناش بنعملها. وده اللي احنا يمكن حابين نعرضه في الفيديو. تعالي نشوف الفيديو، الناس هتستوعب الموضوع وتخش معانا أوضة العمليات تتفرج على العملية وتعرف الموضوع إن شاء الله بسيط إزاي. طيب نروح نشوف مشاهدينا من داخل غرفة العمليات، هنشوف عملية ليزك وتقرير من داخل مركز دكتور محمد حامد لجراحات العيون والليزك، ونرجع تاني. احنا دلوقتي جوه اوضه عمليات الليزك. احنا ما بنعتبرش الليزك عمليه ما فيهاش دور جراحي، لكن احنا بنخلي الجو برضو فيه احتياطات التعقيم والنظافه زيه زي اي اجراء بنعمله في العين. مصطفى هنعمل له الليزك دلوقتي، احنا عملنا له الفحوصات علشان ناخد منها بيانات كتيره نحطها في جهاز الليزك بحيث انه يطلع ليزر يصحح عيب النظر اللي عند مصطفى بالظبط. ده اللي بنسميه ليزك تفصيلي، يعني هو بيطلع ليزر يصلح العيب بالظبط اللي عند المريض، ان كان طول نظر، ان كان قصر نظر، ان كان استجماتيزم، بما يتوافق مع الفحوصات اللي عملناها على القرنيه عنده قبل ما نعمل الاجراء. بنراجع كل البيانات اللي دخلناها لكل مريض لوحده، العين اليمين والعين الشمال، ونحط الخطة اللي احنا هننوي عليها. يعني احنا عايزين نصلح ايه بالظبط، عايزين نصلحه ازاي، كل مريض وله احتياجات معينة،
في شخص بيسوق بالليل بيبقى له احتياجات معينه، في شخص عايزين نعمل له المشي والقرايه للناس اللي فوق ال 40 سنه، كل دول بنحط لهم الخطه الاول قبل ما نبتدي نعمل الاجراء. كده خلاص احنا دخلنا المقاسات، تعالوا نشوف العمليه نفسها هتمشي ازاي. افتح عينك، مفيش حاجه، بص في النور الاخضر، شايف النور الاخضر اللي قدامك بينور ويطفي، ركز فيه على طول، بص في النور الاخضر، برافو عليك. بنغسل العين، دي قطرات كلها ميه، بنغسل العين وننشفها، مفيش حاجه خالص بتبقى، خليك فاتح عينيك الاثنين والعين اللي تحت الغطا كمان مفتوحه. الاجراء زي ما احنا شايفينه كده بيتعمل من غير مخدر خالص، مجرد قطره بنحطها للمريض مره او مرتين قبل ما نخش، وهو مبقاش حاسس بحاجه، ولما بيبقى متفاهم ومطمن لينا واحنا بنعمل مبقاش قلقان قوي، مبقاش متوتر، مش حاسس ان في حاجه الحقيقه متعبه يعني. والليزر دلوقتي بيعمل التصحيح، كده خلاص الليزر اللي المفروض يتعمل خلص. الاجهزه الجديده الحقيقه بقى فيها امكانيه كويسه قوي، الوقت اللي بتعمل فيه التصحيح بقى قصير جدا، يعني العمليه على بعضها في كل عين ما بتاخدش دقيقتين بكل الاجراءات. الليزر نفسه بياخد حوالي 30 ثانيه تقريبا او اقل حسب الدرجه، زي ما شايفين كده في الحاله هنا الليزر على بعضه ما خدش 15 ثانيه تقريبا. وبنحب ساعات نحط عدسه لاصقه وقائيه كده حمايه اول يوم علشان المريض. بص قدامك على طول، احنا خلاص خلصنا، خلاص خلصنا العين الاولانيه، بنعمل العين الثانيه على طول، واحنا بنعمل العينين الاثنين دايما في الليزك في نفس المره، لان الاجراء زي ما احنا قلنا بسيط وما بياخدش دقيقتين في كل عين، فما فيش معنى ان احنا ناجل العين الثانيه المره كمان. خلصنا العين الثانيه زي ما احنا شايفين كده، الاجراء على بعضه ما بياخدش وقت، المريض ما بقاش حاسس بحاجه، متعاون معانا، بيبص معانا في الاتجاه اللي احنا عايزينه. غمض عينك، افتح، غمض عينك، الحمد لله على السلامة، خليك زي ما انت، قفل عينك، غمض وفتح كتير، متزرش على عينك قوي، متقربش ايدك من عينك، بتطلع شايف كويس على طول، غيامة خفيفة بتروح خلال ساعتين، هترتاح شوية في الاستراحة، هيقول لك التعليمات وهاجي اطمن عليك قبل ما تمشي، الحمد لله على السلامة. يعني فعلا بحاجة بسم الله ما شاء الله، العملية فعلا في أقل من 5 دقايق يا دكتور، والعينين فعلا هي كده، احنا بنقول 5 دقايق تقريبي يعني للبروسيجر على بعضها، هم أقل من كده كمان، يخش الأوضة لحد ما يطلع، بس اكشولي هي فعلا بتاخد كده يعني. يعني دكتور خلينا نقول طفرة من ضمن الطفرات، وفيها تقنيات حديثة بتظهر طبعا كل يوم. يعني احنا بنتكلم على تكنيك، لسه كنت بقول لك قبل ما نسجل، بنتكلم على تكنيك عمال بيتطور بقاله أكتر من 20 سنة، فطبعا وصل لمرحلة من السيفتي الامان، وصل لمرحله من التطور، بيرفكشن الدقه، التوقع، يعني اللي احنا عايزين، اللي احنا داخلين مخططين نحققه بيتحقق ان شاء الله ان شاء الله. فطبعا ده بيدينا تفاؤل وقدره على ان احنا نوعد المريض من قبل ما نعمل له ان هو هيحقق حاجه كويسه. أكيد طبعا، وبنشكرك يا دكتور على النصيحة من داخل الاستوديو معانا النهارده، وشفنا عملية بتتعمل وبكل سهولة الحمد لله. طبعا بشكرك أستاذ دكتور محمد حامد، أستاذ جراحات العيون بكلية الطب وزميل كلية الجراحين الملكية بإنجلترا، بشكرك يا دكتور. مشاهدينا بشكركم، واستنونا في فقرات مهمة ومميزة بعد الفاصل.